السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بفضاء رياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 15 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس الثاني بعنوان الجمع والطرح، الأعداد من 0 إلى 999. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. استعمل المستقيم العددي والأقراص وأحسب. يعني في القسم كل واحد حر، إذا كان التلامذة غادي يوفروا لهم الأقراص أو الخشيبات يمكننا نخدمو يعني عودوا القسمو، يمكننا كذلك نخدمو بحجر، أي حاجة متوفرة وريقات. وكنعاود نأكد راه قلتها في فيديو قبل، كاينة وسيلة تعليمية لمفهوم الطرح، يعني يمكنك تصيبها غير بالمواد اللي هي أولية كارتون. وهذا ديجا وضع الفيديو هذه عامين في القناة، يكفي أنك تكتب يعني وسيلة تعليمية لتقديم مفهوم الطرح، غادي تفيدك بزاف. اذا نرجعوا للتمرين ديالنا، عندنا 13 ناقص 8 تساوي كم؟ كيفاش غادي نحسب بهذا 13؟ يحدد التلميذ بالاصبع ديالو هنا 13، يعني هذا الشيء ما غاديش يستعملوا، سيطرحوا منها 8 تدريجات. اذا 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا فين وصل؟ وصل 5. هكذا غادي يخدم ويكتب 5. نعاودو نفس التجربه، 13 هنا ناقص ماذا؟ ناقص 9. اذا غادي نقصو 9 ديال التدريجات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا 9 هي 4، غنكتبو 4 بنفس الطريقه نخدمو اللي بقاو. 14 ناقص 9 5، 14 ناقص 8 6، 14 ناقص 7 تساوي 7، 15 ناقص 7 تساوي 8، 16 ناقص 8 تساوي 8، 17 ناقص 9 تساوي 8، 18 ناقص 9 تساوي 9، 14 ناقص 9 تساوي 5. بالنسبة لهنا عوض نخدمو هذا، نخدمو هذا الأقراص هذا. إلا حسبنا عدد الأقراص الملونة بالأصفر سنجد 16. باش نحسبو هذا نحاول نحذفو 9، 1 نضرب على هذا، إذا نضرب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا هادو كلهم حذفناهم. نحسبو شحال بقالنا، 1 2 3 4 5 6 7، وهذا هو اللي وضعناه. 16 ناقص 7 بنفس الطريقة تساوي 9، 17 ناقص 9 تساوي 8، و 17 ناقص 8 تساوي 9. فيما يخص هذا التمرين رقم 2، جيفيكتوي لوبيراسيون ونجيزو هذه العمليات. هذه العمليات وهذه الارقام هما نفسهم اللي كاينين في الصفحة 14 في التمرين رقم 3، يعني نفس التمرين غير صفحة 14 كان باللغة العربية ودابا دايرينو باللغة الفرنسية. إذا 732 ناقص 501، 2 ناقص 1 تساوي 1، 3 ناقص 5 لا يمكن، غادي ناخدو 1% من هنا ونقوم بتحويلها إلى العشرات، يعني 10 العشرات زائد 3 13، 13 ناقص 5 تساوي 8. إذا هنا فاش حيدنا 100 بقات لنا 6، 6 ناقص 5 تساوي 1، ونتحقق واش عندنا النتيجه صحيحه. غادي نجمعوا 181 زائد 551، ايوا فاش غادي نديروا العمليه ديال الجمع غادي نحصلوا على 732، هاد السهم يشير لها وراح نوصلنا لنفس النتيجه، 1 زائد 1 2، 5 زائد 8 تساوي 13، اكتب 3 واحتفظ بالواحد، 6 زائد 1 7. بالنسبه لهاد العمليه 573 ناقص 239، 3 ناقص 9 لا يمكن، غادي ناخذ 10 وغادي نحولوها لوحدات، اذا 10 زائد 3 تساوي 13، 13 ناقص 9 4، بما اننا حذفنا 10 من هنا اذا بقاو لنا غير 6 العشرات، 6 ناقص 3 3 و5 ناقص 2 3، اذا شارط تخرجلي 334. باش نتحققوا غنجمعوا هادو بجوج وخصنا نحصلوا على هذه النتيجه، اذا 4 زائد 9 13، اكتبوا 3 واحتفظوا بالواحد، الاحتفاظ 4 و 3 7، ثم 5 زائد 2 تساوي 5، 3 زائد 2 تساوي 5. بالنسبة لآخر تمرين في هذه الصفحة هو التمرين رقم 3،
ان ترين اي بارتي دو لا غار دو مراكش، واحد القطار انطلق من مدينه مراكش في اتجاه مدينه فاس على متنه 354 راكب وراكبه. في محطه ستات نزل 97 راكبا دون ان يصعد اي راكب. السؤال، شحال من راكب بقى في هذا القطار؟ هو داك اللي كان عنده ناقص داكشي، يعني عدد الركاب اللي كانوا فيه ناقص 97 اللي نزلت في سطات. 4 ناقص 7 لا يمكن، اذا غناخذوا 10 من هنا، 5 ضل 10 عندنا، غناخذوا وحده غتبقى لنا غير 4 ونضيفوها لهنا، اذا 10 زائد 4 14، 14 ناقص 7 تساوي 7. هنا بقات لي وحده، 4 ناقص 9 لا يمكن، غناخذ 100 ونحولها الى العشرات، تعطيني 10 ضل 10، اذا 10 زائد 4 14، 14 ناقص 9 تساوي 15، تساوي 5 عفوا، تساوي 5. اذا بقات لي جوج، جوج ناقص لا شيء جوج، يعني بقي على متن هذا القطار 257 راكب. وهنا اتذكر